الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير حساب معامل كرومباخ ألفا. كرومباخ ألفا هو من معاملات الارتباط التي يستخدمها الباحثون عادة في معرفة مصداقية واتساق الإجابات أو بعض المسائل، ظواهر عن يعني مثلا تطرح أسئلة على مجموعة من الأشخاص، وهل هذه الإجابات التي يحصل عليها الباحث بتكون متسقة لها مصداقية؟ دعنا نبدأ ونضرب مثال على ذلك. فالآن يستخدم معامل ارتباط كرومباخ ألفا في اختبار اتساق ومصداقية الإجابات المتعددة على مقياس ليكتر أو ليكر سكيل طبعا، او شيء اي شيء مشابه له او ما شابه هذا المقياس، حتى لو زاد عدد الاجابات على الخارج. اذكركم الان، نفترض بان الاجابات الاتيه لدينا عشرة اشخاص طرحنا عليهم اسئله متعدده، وكل سؤال اجب عليه ايها المستطلع باحد الخيارات التاليه بين 1 و5. فعندي الليكر سكيل هلا بين 1، 2، 3، 4، 5، اختار أنت الإجابة، قوة الإجابة، مصداقية الإجابة هكذا. فعندي الآن 10 أشخاص، هاي الـ ID اللي هي يعني تعريف الشخص الأول، الشخص الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا إلى أن نصل إلى الشخص العاشر. عندي الآن السؤال الأول، الشخص الأولاني قال إنه أعطاه قوة 3، يعني ربما مثلا يكون السؤال: ما مدى إعجابك بمحاضرة الأستاذ الفلاني؟ أقل شيء 1 وأكثر شيء 5. فأجاب هذا الشخص الأول 3، 2، 3، 3، 3، 2، وهكذا، يعني حسب الأشخاص. هذا الشخص الخامس أعطاه 4، الشخص الرابع أعطاه 2، وهكذا. نيجي على السؤال الثاني، ربما ما مدى إعجابك مثلا بقوة الرياضيات عند السؤال الأستاذ الفلاني، أو قوة اللغة، أو إجابته على الأسئلة. فالشخص الأول أجاب ب2، الثاني أجاب ب3، وهكذا. ثم السؤال الثالث، السؤال الرابع، السؤال الخامس، انتهت الأسئلة. إذن حصلنا الآن على الإجابات بين 1 و5 لكل الأشخاص العشرة هذا حسب السؤال. فعلى نأخذ عين هنا الآن الشخص الأولاني هذا، لنفترض أنه أحمد، محمد، سالم. سألناه مثلا عن 5 أشياء، 5 ظواهر، 5 أسئلة عن موضوع معين، فأجاب ب3 عن يعني السؤال الأول، أعطى قوة 2 للسؤال الثاني، 5 قوة للسؤال الثالث، 5 للسؤال الرابع، 5 للسؤال الخامس. أما الشخص الثاني أعطى إجابات مختلفة، وهكذا انتهينا بالشخص العاشر أعطى إجابات مختلفة. هل الإجابات متسقة؟ هذا السؤال، هل هناك اتساق؟ الآن أول خطبة نقوم بجمع قيم الإجابات، يعني مثلا 3 زائد 2 زائد 5 زائد 5 زائد 5 هنا، فبتعطينا 20. ثم الآن 3 زائد 3 زائد 1 زائد 2 زائد 1 تساوي 10، وهكذا. فجمعناها بنسميه الجمع الأفقي أو horizontal summation. فالسؤال الأول، السؤال الثاني، الثالث، الرابع، والخامس، إلى أن حصلنا على المجموع الأفقي لكل الإجابات هذه. هاي إذا المجموع الأفقي، هاي يعني عبارة عن تكرار هذا الID اللي هو الأشخاص الأول، الثاني، الثالث، الرابع، العاشر. هذه الإجابات التي حصلنا عليهم من 10 أشخاص لكل سؤال، عندي طبعا من 5 أسئلة، وهذا الجمع الأفقي. قمنا بجمع الإجابات، قيم الإجابات 3 2 5 5 5 3 3 1 2 1، وهكذا حصلنا على ما يسمى ما يسمى المجموع الأفقي. الآن ما الذي نقوم به عن الجمع الأفقي؟ نقوم الآن بحساب تباين اللي هو الفاريانس للمجموع الأفقي. هذا المجموع الأفقي حسبته على الإكسل، برنامج إكسل. طبعا يعني امتدادا لهذا المثال، بعدما أنتهي من عرضه هنا على الباوربوينت، سأذهب إلى الإكسل وأبين لكم أحبتي كيف نقوم باستخدام برنامج الإكسل بحساب ما يسمى بالفاريانس أو تباين المجموع الأفقي. عندما الآن حسبت التباين، وجدنا بأن قيمته تساوي 12.8444. طبعا منشيل يعني
نحذف هذه الأربعة وهذه الأربعة، فبكون الإجابة 12.84. هاي الآن تباين هذا المجموع، يعني هذه القيم. لو سألنا أي واحد فيكم كيف نحسب التباين، يعني يجب عليك أن تكون قد أخذت درسا بالإحصاء لحساب التباين، فهذه القيم تباينها هو 12.8444. الآن تباين الأفقي، هون المجموع الأفقي، هنا هكذا. الآن المجموع العمودي هذا 3 3 3 2 4 وهكذا. ما هو تباين السؤال الأول، تباين السؤال الثاني، تباين الثالث الرابع والخامس؟ هنا نحصل عليه الآن. هذا اللي بنسميه احنا تباين العمودي، مجموعه اس سكوير اللي هي اكس اس، يعني الاكس، حيث اكس هي القيمة هذه 20 10 حتى 15، تساوي 12.844. نيجي على تباين المجموع العمودي هنا، اوكي. هنا فتباين السؤال الاول، قيم السؤال الاول كانت 0.322، تباين السؤال الثاني، قيم السؤال الثاني كانت 0.898، السؤال الثالث الآن تباينه 3.344، وتباين السؤال الرابع قبل الأخير هو 3.111، وأخيرا تباين السؤال الخامس كان 3.167. الآن نقوم بجمع التباينات هذه لنحصل على القيمة هي 10.9333 أو 10.93. الآن شو تعريف ما يسمى، طبعا هون سمينا الآن عفوا مجموع السكوير، هاي الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، جمعناها فكانت عبارة عن 10.933. السؤال الآن ألفا، هذه قيمة ألفا هي عبارة عن K مقسم على K ناقص 2 مضروبة في القوس، هنا S تربيع اللي هو هذا، القيمة هذه مطروح منها المجموع مقسم على القيمة هذه S تربيع. لكن ما هي الآن كي؟ كي هي عبارة عن عدد الأسئلة، فإذا عدد الأسئلة 5، إذا 5 مقسم على 5 ناقص 2، هذا الآن تباين المجموع الأفقي اللي هو 12.8444 وهكذا، وهذا تباين المجموع العمودي اللي هو 10.933، وهذه نفس الإشي الآن. فعندما حسبنا ألفا بتكون ألفا تساوي 5 على 5 ناقص 2 مضروب في القيمة هذه S تربيع اللي هي 12.844 من هنا، وناقص أو مطروح منها 10.933 مقسم على 12.844 وتساوي ربع، أقل من واحد صحيح بكثير، يعني 75% أو 25%، أقل من واحد صحيح ب 75%. طبعا هنا الإجابة سأبين شو نوعية الإجابة، هل هناك اتساق ولا مصداقية ولا ضعيف التباين، الارتباط بين الإجابات ضعيف ولا لا. ننتقل الآن، هذه ألفا كرومباخ أو كرومباخ ألفا، فإذا كانت قيمة ألفا هذه أكثر من أو تساوي 90% بكون هناك ارتباط قوي جدا بين الإجابات اللي هو ممتاز. يعني إذا كانت قيمة ألفا بين 70% و90%، يعني أقل من أو تساوي، هنا ألفا يكون أكبر من أو تساوي 70 لكن أقل من 90%، بكون يعني ارتباط جيد. إذا كان قيمة ألفا بين 60% و70% بيكون مقبول، إذا كانت بين 50% و60% بيكون ضعيف جدا، وهنا غير مقبول أبدا، بمعنى ليس هناك ارتباط. للتذكير فقط، أوكي، إنه هذه القيم هذه مقبولة إذا كان ألفا تساوي 90%، وإذا كان الآن ألفا بين 70% و90% بيكون جيد، إذا كانت ألفا بين 60% و70% بيكون مقبول، بين 50% و60% ضعيف، وإذا كانت أقل من 50% بيكون الارتباط غير مقبول لدى الباحث. نكمل الآن بس للتذكير هنا. إذا الآن أتوقف وأذهب إلى برنامج الإكسل كي أبين لكم أحبتي كيف نقوم بحساب هذا. فإذا هنا الإكسل محضرها أنا، هذه الإكسل، هذه الأرقام ذاتها التي قدمتها قبل قليل، بتقول لي هنا انه هاي الاشخاص، الشخص الاول الثاني الثالث الرابع العاشر، وهذه الاجابات. اذهب الى هنا على المجموع الافقي واضع الصيغه التالية، تساوي صم اللي هو الجمع، صم من اين لاين
من السؤال الأول للأخير وأغلق القوس وأضغط إنتر فأعطاني الإجابة هنا. طبعا خليني أضعها بالنص خلها تكون واضحة للكل هنا بالنص. أوكي بعدين آجي الآن تساوي على السؤال الثاني صم افتح قوس حتى النهاية من السؤال الأول للأخير أغلق القوس أضغط إنتر أعطاني 10 ثم أذهب إلى هنا الخانة الثالثة تساوي صم اللي هو الجمع يعني بجمع الآن من السؤال الأول للأخير هذا المجموع 13 تساوي صم نيجي على الشخص الرابع من السؤال أول إجاباته للأخير هذا الآن أضغط إنتر 14 والشخص الخامس يساوي صم الآن جمع يعني من السؤال الأول للسؤال الخامس اغلق القوس إنتر 21 وكررها. يمكن لي الآن أني يعني أوفر بعض الوقت وعندما أنتهي فقط من الأول عندي هون مربع بسيط وإذا ظهرت إشارة الزائد هاي أسحبها للأخير بيجي بعطيني المجموع كلياته لهون أعطاني إياها يعني بينت كيف أبين هنا 1 2 3 لكن الآن سأستخدم يعني قوة برنامج الإكسل الذي يعطيني الآن المجموع تلقائيا بضغطة واحدة. الآن آتي إلى هذه الخانة هنا وأضع أقول له تساوي var اللي هو الفاريانس بختار الفار S اللي هو السامبل هذا بضغط عليه مرتين بطلع عندي قوس من أين لأين بقول له أعطيني الفاريانس من 20 لـ 15 أغلق القوس اضغط إنتر طلع عندي 12 فاصلة بكبرها شوية خليها مثلا 14 بولد فعندي 12 قبل كما بينت قبل قليل الفاريانس هو 12.8444 وهكذا. نأتي الآن على الفاريانس لكل عمود من هنا هنا الآن تساوي var وطبعا S اللي هو سامبل افتح قوس عفوا خليني ارجع أأكد عليها تساوي var بضغط على هذه مرتين بطلع عندي قوس لحاله الآن وبظل كل القيم من يعني للعشر أشخاص مقابل السؤال الأول أغلق القوس أضغط أنت بطلع عندي أول قيمة الآن هنا تساوي var بختار الاس واختار السؤال الثاني تلاحظوا احبتي اغلق القوس وهذه قيمته. يمكن لي الان اني استفيد من يعني الحساب التلقائي للبرنامج الاكسل عندما تظهر هي اشاره المربع اخذها للاخير بطلع عندي القيم هذه لاحظوا المجموعه عملتها سلف أنا وبالتالي هنا دعوني أذهب هنا اللي هي تساوي 12.844 وهنا المجموع 10.933 هاي الآن المجموع لا أريد أني أذهب ثاني مرة للجمع والطرح هذه الآن عندما قسمنا الآن 5 اللي هو عدد الأسئلة على 5 ناقص 2 هاي اللي هي طريقة حساب ألفا كرومباخ أو كرومباخ ألفا تساوي عدد الأسئلة 5 مقسوم على 5 ناقص 2 مضروب في أس تربيع اللي هي قيمتها هذه 12.844 مطروح منها مجموع الأس تربيع 10.933 مقسمة على S تربيع اللي هي 12.844 بكون الجواب 25% وهاي القيمة 25% بيقول لي انه الارتباط ضعيف جدا بين الاجابات التي حصلها وبالتالي الباحث يجب عليه ان يعني يضع في تقريره بان الاجابات لم تكن متسقة بين المستطلعين اللي هم 10 اشخاص. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة أحبتي وإلى لقاء آخر بإذن الله قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.